دول استخدام حاجات تانية كتير، شكل وكم نوع وكم أسر وكم، الحاجات دي بتفرق مش كده؟ بتفرق طبعا كل حاجة، ولكن التلاتة دول الحاجة اللي هي يعني واضحة بس. ايه في قانون التشغيل؟ نمرة واحد كمية المية مش كده؟ أهم فاكتورز اللي بتأثر في قانون التشغيل، نمرة واحد مقدار المية، نمرة اتنين خواص الركاب، نمرة ثلاثة مفيش ثلاثة، نمرة اتنين خواص الإيه؟ خواص الركاب. فيبقى عايزين نبص لدول كده لسبب. ايه السبب؟ تفتكر ايه اللي المفروض يكون معروف وايه اللي مجهول بالنسبه لنا؟ تصميم الخطر. معروف المقاومه. اللي معروف وطبعا وانا بصمم الخطر من البدايه لازم يكون واضح قدامي، انا عايز قوانين التشغيل قد ايه ومقاومه مستهدفه قد ايه؟ مش كده؟ انا بصمم الخطر عشان اعمل ايه؟ عشان يبقى عندي قابليه تشغيل معينه، هبوط او زمن دي بي او كونتاكت فاكتور عند الدم او اي حاجه من الحاجات اللي احنا قدرنا نقيس بيها قابلية التشغيل، لازم يكون معروف لأن ده اللي هعمل بيه نوع من أنواع المراقبة على إنتاج الخرسانة بعد كده. فلازم أكون عارف أنا عايز هبوط قد إيه؟ وعايز مقاومة قد إيه؟ طيب اللي بيفرق في درجة قابلية التشغيل تبقى واحد مستوى المية. يبقى ده أنا بقول بالنسبة لي دلوقتي. أنا عايز أعرف لما يكون الهبوط المطلوب 100 كيلو كمية المية تبقى كام؟ بس كمية المياه هتختلف اختلاف ايه اساسا؟ خواص الركام. يبقى لازم اكون عارف خواص الركام اللي هشتغل بيه. هل يا ترى من المنطق اني اكون بعمل خرسانه وانا مش عارف استخدم سن ولا ظرف؟ مش طبيعي. يعني لازم لما اجي اصمم الخطه بتاعتي ابقى عارف النوع، مش عارف الكميه اللي هحطها، لكن عارف الطبيعه بتاعت الركام. فلازم خواص الركام من وجهة نظر المقاس الشكل درجه تكون معروفه. عظيم. يبقى اذا دلوقتي اصبح وانا بدور على ما يحقق قابليه التشغيل دي لازم اكون عارف خواص الركام. يبقى لما اكون عندي هو مين؟ مين؟ كميه الميه. طب وانا بحقق المقاومه المستهدفه، خلاص انا عارف انا عايز ايه؟ انا عايز 300 كيلو عصير مية مربع. 300 كيلو عصير مية مربع احنا عارفين ان الرابط الاساسي هو مين؟ ياسين. لكن 300 كيلو جيب ياسين كام؟ الموضوع ده يحتاج اختلاف ايه؟ يحتاج اختلاف الاثنين اللي بعديه. نوع الاسمنت والعمر. انت عايز 300 على عمر كام؟ 3 ايام ولا اسبوع ولا 220 ولا 90 ولا 180 يوم؟ مش ممكن يكون مصمم الخطه باي حاجه من دول. فلازم اكون عارف انا هقيس المقاومه دي عند انهي عمر. ولازم اكون عارف نوع الاسمنت. لان معدل اكتساب المقاومه بيختلف باختلاف ايه؟ نوع الاسمنت. في حاجات تايب ان، في حاجات تايب ايه؟ تايب ار. هو اي نوع في دول؟ تايب ان هيبقى ماشي بمعدل، لكن تايب ار هيبقى ماشي بمعدل ايه؟ اسرع. فلازم الاثنين دول يكونوا معروفين عشان اعرف اطلع بعد كده مين؟ مين ياسين. طيب لو عرفت كميه الميه وعرفت مين ياسين، من الاثنين دول اقدر اطلع ايه؟ طلع سين. انا عارف ان ميجي لسين بتساوي رقم 3 من 10 4 من 10 5 من 10. وال 3 من 10 دي او 4 من 10 بتساوي وزن الميه على وزن ايه؟ على وزن الاسمنت. اذا كنت جبت فعلا وزن الميه من قابليه التشغيل يبقى سهل بقى ان انا اطلع مين؟ كميه الاسمنت. يبقى ده الموقف بتاع ان انا اجيب الميه، يعني اجيب ميجي لسين فانا بطلع سين. طيب اجيب بقى رمل بالظبط من ايه؟ اقول له والله اللي انا بعمله عباره عن ايه؟ متر مكعب. كمان احنا هنطلعها الميه او الاسمنت دي هتتحط في متر مكعب. متر مكعب ده حجم يشغله الميه والاسمنت وايه كمان؟ والركاب. طيب يا ترى اقدر اعرف حجم الميه وحجم الاسمنت بعد ما عرفت وزنهم؟ اه اقسم على ايه؟ على الوزن النووي. لان بدور الحقيقه على الحجم المطلق. انا بفترض ضغطات جدلي يعني او مش
النهاية أفترض إن عندي حجم مطلق وليس حجم ثابت. تمام؟ فهقدر أطلع حجم المية وحجم الأسمنت، يبقى الباقي هو حجم مين؟ الرجالي. صح؟ حاجة تانية؟ إيه؟ حجم العينة الكلية بتاعت إيه؟ العينة بتاعت إيه وإيه؟ اسمنت وميه ورمل وصاب او كم كبير يعني. صح؟ يعني الحجم الاجمالي هو حجم لو بعده ماشي. يعني حجم العجينه الاسمنتيه بالتاكيد يختلف عن حجم الاسمنت. لو عايز اجيب حجم العجينه اعمل ايه؟ حد يفكر في ثلاثه ايه؟ تروح للخلطه حجم الرده؟ من المسامير. يعني دلوقتي انا عندي حجم اسمنت وميه، اتفقنا ان هذا الحجم لما تخلطهم مع بعض بيتغير. بيتغير ليه؟ لان الاسمنت مع الميه في وسطهم مسامير دلوقتي احنا حسبناها، ومش بس كده ده في كمان انكماش بيحصل. يبقى انت ممكن قوي تعرف الحجم بالظبط لما تحسب الايه؟ تحسب المساميه قد ايه والانكماش كمان. ايه الطريقه الثانيه؟ قول طرح عليا حاجه. لا ما هو احنا بنعمل حاجه تقريبيه السنه اللي فاتت السنه دي. ايه هي؟ احنا هنفترض ان الاسمنت اللي وزنه 400 كيلو يشغل حجم مطلق يساوي 400 على ان الايه؟ الوزن اللي احنا عارفينه خالص. وهنجمل الفرق اللي ناتج من الانكماش او من المسامير في النهايه الحجم داخل جواه ايه؟ داخل جواه المسامير. طيب يبقى ده اللوجيك او المنطق بتاعنا في التفكير في ان احنا ازاي نعمل الخلطه الخاصه. تعال نشوف بقى بالتفصيل ازاي بنعمل كل حاجه. تحليل محتوى الميه. تحليل محتوى الميه طبعا برضه بدايه ان احنا نعمل نفسك طريقه تصميم المصطلحات الخرسانيه هي كانت تجربه تجريبيه. تجريبيه يعني ايه؟ يعني الناس اخذت العوامل اللي احنا بنتكلم عنها وبندرسها من اول الترم دي وعملت كميه خلطات رهيبه غيرت فيها القيم بتاعت المؤثرات المختلفه وطلعت طبيعه التشغيل وطلعت المقاومه وابتدت تحط لنا النتائج دي في صوره ايه؟ يا جداول يا جداول. واحنا هنستخدم في جداول او كربات ان انا نصمم بقى ايه؟ الخلطه الخاصه. يبقى اذا تحديد محتوى المعين بنقول ان لازم يكون عندي واحد من المعطيات اللي هو قابلية التشغيل. ودي يا اما مباشرة يا اما بتستنفع. يعني اما السؤال احنا بنتكلم عن اسئلة يعني يبقى ان والله بنعمل مشروع شكله كذا 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 قول لي بقى قابلية التشغيل. طيب لو قلت لك مثلا مشروع طرق لما هتقولي على حصل حصل يبقى اتوقع ان الهبوط اقل من 30 متر كده دي قابليه التشغيل المفروض خلاص انا عارف قابليه مين التشغيل. قلت لك والله احنا بنعمل مشروع الخرسانه فيه هتضخ بمضخه الخرسانه يبقى اتوقع ان قابليه التشغيل عاليه. قلت انا عايز هبوط يزيد عن 100 متر. طيب ساعتها بقى يظهر السؤال اكيد يعني لازم نقول في ذهن الناس السؤال يا ترى بجيب ايه اللي هوصلها؟ بالميه بس ولا بالميه والبطاطس؟ ميه والبطاطس ده من اللقطه طبعا هيبقى ميه والبطاطس زي ما قلنا من شويه عشان نقلل كميه ايه؟ نقلل كميه الاسمنت. تمام؟ كويس قوي. طيب يبقى اذا خلاص طريقه التشغيل طالما وصف لي المشروع هفضل بشكل او باخر ان انا بعد كده توصل كام؟ ودي برضه بعد المحاضرات يا اما مباشره تاخد بشكل مباشر مكتوب او هنستنتجها. هنستنتجها عايزين نعرف ايه بالظبط؟ عايزين نعرف المقاس الاعتباري والشكل. عايزين نعرف المقاس الاعتباري والشكل. طب المشروع اللي احنا بنعمله بتاع الطرق ده بنعمل ارضيه طريق من خرسانه مسلحه. الخرسانه المسلحه دي فيها شبكه تسليح المسافه بين الاسياخ 5
انا عندي مساحه بقى اسئله 15 سم لازم اعدي منها، يبقى المفروض ما يزيدش عن الربع دي مسافه او تلت، يعني ما يزيدش 10 سم. رقم كبير قوي مظبوط كده. طيب زوم الباب 15 سم او 20، ال 20 سم دول المفروض ان مقاس الاعتبار الاكثر لا يزيد عن تلت، تلت 20 6 وشويه مش كده؟ 6 سم يعني 60 مللي. الاثنين الرقمين اللي بتطلعولي دلوقتي اكتر كتير من كام؟ من اكبر مقاس مسموح بيه في خراسان اللي هو كام؟ 38. يبقى انا هستخدم على طول مقاس 38. يبقى جهاز الشك نجحت في اني احدد المقاس 38. طب والشك؟ لو ما جبتش سيره عن الشك يبقى اذا انا هقول ان الدارج دلوقتي والمستخدم دلوقتي عندنا في مصر كسر الحبل. المستخدم حاليا في معظم الاعمال بتاعتنا هو كسر ايه؟ كسر الحبل. بداله كام؟ شكله ايه؟ ناوي. حاله صفر ناعم؟ لا طبعا. استرد حاجه بتلاقي دايما صفحه على ايه؟ مش هنحتاج نبص في الصفحه قوي زي ما بنشوف دلوقتي، انما هيبقى مهم عندنا قوي ان احنا نبقى محددين ايه؟ محددين ايه الشكل. تمام؟ اتفضل. مثال ده يقول لي ايه بقى؟ يقول لي لو سمحت
بينزل أو تتنقل يعني فوق هذا الإناء من مكان لمكان لما توصل لمكان الصف. مكان الصف قد يكون سقف، قد يكون حيطة ضويقة شوية، قد يكون واحد من الخوازيق بتاعت الدراجة. بتقدر إنك تنزل بالقدوس ده لغاية قرب مكان الصف عشان الخرسانة ما تنزلش في الهواء مسافة كبيرة، احنا عارفين دي مشكلة. وبعدين يتفتح القاع بتاعك الخرسانة تنزل. هل في حد يبقى معاه؟ لا. يبقى إذا لازم تكون طبيعة هذه الخرسانة طبيعة التشغيل عادي. يبقى خرسانة تصاب بالقدوس أتوقع إن لازم طبيعة التشغيل تكون عالية. كويس؟ عمود الأخير طبيعي تشغيل عادي